في عموم الكرة الأرضية شرق وغرب وعرض وطول، عموم الكرة الأرضية شرق وغرب وعرض وطول. بنزرع محاصيل زراعية قطن وقمح ورز وفول، منها محاصيل حقلية ومنها محاصيل بساتين، وعشان كده عاملين فالصورة ركز فيها لما نقول، وما تركز انت وهي راح تعرف اسم المحصول، اسم المحصول. محصولنا محصول بقولي، لكن يا سادة من الخضروات بينزرع شتوي وصيفي، انا قصدي اقول لك على عروات، ومنه اخضر ومنه جاف، ودي اصنافه يا شيخ بركات، وبيتصدر لبلاد بره وبياخدوه بلد الخواجات، وكل ما نصدر اكتر هيبقى مصدر للعملات، وعشان كده انا هتكلم بشأنه واذكر توصيات، واختار الصنف الممتاز وقت ما افكر في الزراعات، واختار التربة المناسبة بعدين انزل بالحرتات، واشمسها واهويها بين كل حرتة من الحرتات، وازحفها واسويها واخططها بالخطاط، وعامل بذورها كويس بالمطهرات الفطرية علشان احميها يا ريس من المسببات المرضية. ترسل الاجابات على الرسائل الخاص بقناة مصر الزراعية على الفيسبوك. الجوائز مقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة 10 كتب من إصدارات الهيئة.